جماهير غادسية قاعد نسمع شعارات من جماهير نبي الحساوي. هو ما في غير فواز، يعني احنا حاليا في نفق مظلم، والنفق هذا لازم يطلعنا منه فواز. اليوم شفنا الشيخ طارق فهد موجود في المدرج، شفنا الشيخ خالد، بس ماكو شيء، ماكو شيء دافع. بس الشيخ فهد قال لكم اعطوني مهله للعبه السالميه. مهله السالميه للحين ما في قرارات. الدافع المعنوي انتهى، اللاعبين ما يحتاجون دافع معنوي، يحتاجون دعم مادي. احنا اليوم نعاني بشان المدرب والمحترفين بكل امانه. انا اليوم مو وياي عشان انتقد اداء مجلس الاداره او غيره، احنا خلينا نتكلم دون عاطفه، احنا نتكلم اليوم على اداء محترفين اقل من اللاعبين المحليين. اليوم المحترفين لازم انه يغادرون الفريق. المحترفين لازم ينشالون كلهم بما فيهم المدرب. المدرب لا يصلح انه يكون مع كتيبه نادي القادسيه، المدرب ما يجوز انه يكون موجود. خسارتين، اداء باهت من اول مباراه في الدوري، احنا نتكلم في اداء فهني. اليوم احنا نتكلم على امور خاصه في لاعبين محترفين، ملف المحترفين لازم يتغير، لازم يغادرون المحترفين، يجيبون محترفين انهم اعلى مستوى من اللاعب المحلي. احنا نتكلم عن مدرب سيء لازم يجيبون. انا عندي يجيب مدرب محلي محمد المشعان او غيره يقود الفريق افضل من لا يكون هناك مدرب لا ثمن عالي، وثانيا ومحمد المشعان اقل منه تلقى راتب. ان نستفيد من محمد مشعان اكثر ما نستفيد من مضوي. انت ما تلاحظ كل اقوال علينا بالاخطاء؟ كلها خطا صح ولا لا؟ ايش الفايده؟ خطا يعني شوف، اليوم احنا لعبنا والحكم كان له دور. ما سوى شيء الحكم. لا ما انا ما سوى شيء. لا شوف، لا تشيشني عشان ازيد. ما اشيشك بس هذا الواقع. الحكم اخطا. شنو بوجهة نظرك؟ شنو اخطا بشنو؟ ضيعوا الوقت، هذا واحد. كم انذار مفروض على السالمية؟ ما اعطى. يعني انذار خرب المباراة. يعني انت لما تسعى في لاعب انذار ولا مو انذار؟ يلا انت قول لي. انذار مو انذار؟ ليش ما اعطى؟ الحكم انا اقول حسبي الله ونعم الوكيل. اللي ما سوى شيء واضح بلنتي صحيح. لا ما اتكلم انا عن البلنتي. ايش نسوى؟ انا اتكلم الجول الثاني اللي جابه اساسا مو فاول لنا، واحد. اثنين في انذارات، ما اتكلم عن فاولات العاديه يغير مجريات اللعب. في انذارات لفريق السالميه ما اعطاهم انذارات. يكفي ان الحكم عمل شحن وتوتر والمباراه وقفت اكثر من 6-7 مرات. يعني الحين تحملون خسارتكم للحكم؟ لا 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 شو، انا شو بقول، بستفسر بكلامي. لو الحكم كان سيء احنا أسوأ. احنا لابد نغير محترفينا كلهم بدون استثناء ولا واحد يتم. تبون تصيرون زعيم، تبون تصيرون بطل، تبون تصيرون اقوى فريق بالتاريخ. بس نبي كره نظيفه، بس كره نظيفه. بس انتم والله ما عندكم ولا كره نظيفه، انتم بس تشتتون، تبون فاولات، تبون بلتيات، بس الحكام قاعد يعطونكم. بس فازوا عليكم. اوكي فازوا ما فازوا، بس اهم شيء هذا القادسي تاج راسكم، تفهمون؟ انتم ما تقدرون عليه. اتمنى من الاداره يراجعون انفسهم، والله العظيم راجعوا انفسكم. من اخوكم مشجع القادساوي سعود العنزي، والله راجعوا انفسكم، والله العظيم جد قاعد اكلمكم. وشنو يعني شنو الشيء اللي مخليكم ما ترجعون فواز الحساوي؟ رجعوا ريال دافع دم قلبه، يقول لك انا بي اخدم النادي، والجمهور كله يعني مستجيب له، يحبه شخصيا. خلاص رجعوا فواز الحساوي، خلي القادسيه ينتعش. والله للاسف الشق عود، واذن من طين واذن من عجين. الكلام هذا للاداره، مهما تغير لاعبين، مهما تغير محترفين، مهما تسوي تجيب اللي تجيبه، اول شيء اداره تجيب محترفين نفس الاوادم. يعني وعدوكم شهر واحد راح يغيروا محترفين؟ اوعدونا، من متى هم يعدون فينا؟ 2016 2017 انا القادسيه يصير فيني